استفاد المركز البيداغوجي النفسي للأطفال المعاقين ذهنيا بمروانة، والذي يغطي الجهة الشمالية الغربية لولاية باتنا، بطاقة استيعابية تقدر ب 120 حالة من مشروع النظام الداخلي، وهو المشروع الأول على مستوى ولاية باتنا، إلا أنه بقي حبيس الأدراج منذ افتتاح المركز نظرا لغياب الطاقم التربوي الذي يتكفل بالحالات التي يستقبلها المركز. ويعتبر هذا المشروع الأول على مستوى ولاية باتنا. حنايا في المشروع تاع النظام الداخلي ما ينقصنا إلا الطاقم التربوي. الطاقم التربوي الذي يقوم بالتكفل بهذه الفئة في فترة دينية. هذا ما غياب الطاقم التربوي بالمركز البيداغوجي النفسي للأطفال المعاقين ذهنيا بمروانة منع عديد الحالات المرضية من تحقيق حلمهم والالتحاق بالمركز نظرا لبعد المسافة على مستوى مقر سكنهم. اللي راهم بعاد بزاف على المركز على بعد المسافة خلاتهم عندنا كما عندنا 11 حالة ثاني 12 حالة بعد المسافة ما قدروش يلتحقوا بالمركز، الوالدين ما كانش هناك، وحنا رغم ذلك اننا وفرنا وسيله النقل بصح ما قدرناش نغطيو جميع الجهات. ليبقى مشروع النظام الداخلي بهذا المركز مغلقا الى اجل غير مسمى.